بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، ونستكمل إن شاء الله دروس الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتنقيب عن البيانات مع نايم. واليوم راح نتكلم عن درس مهم، اللي هو كيف نعمل ترانسفير ليرنينج، يعني على نفس الداتا ست اللي استعملناها بدرس رقم 30 اللي هي البلانت فيليج. فهو تصنيف الصور باستخدام نماذج نقل التعلم. فاليوم بدنا نشوف كيف بدنا نشتغل على نايم في نقل التعلم. راح يكون مثال بسيط وسهل ان شاء الله تعالى، زائد راح اول مره راح نستعمل فيه بايثون كود. فاليوم راح نستعمل بايثون كود لاول مره من بدايه السلسله. وطبعا بايثون لسه راح نجي له في الدروس القادمه، وراح نحكي عنه بالتفصيل وكيف نستعمله وكيف نستخدمه باذن الله تعالى. طبعا اللي ما شافش الدرس 30 بالنايم لازم يشوفه، لانه انا راح اشتغل على نفس الدرس واغير فيه. فهذا هو اللينك للدرس، او ببحث على درس رقم 30 اللي هو الشبكات الالتفافيه وتصنيف امراض النباتات، اللي امراض النباتات. طبعا اللي عشان بس اذكركم، امراض النباتات في عنا كان عندنا بريدكت وتست وترين داتا سيت عباره عن صور لاوراق النباتات. هاي الأوراق بتكون بكتيريال يعني مصابة، وهاي بتكون الأوراق النباتات اللي هي هيلثي. ففي عندي بكتيريال وهيلثي التو سب فولدرز. فدست رقم 30 شرح هذا بالتفصيل، ويمكن داونلود الداتا سيت من كاجل زي ما شرحها بدرس رقم 30. الآن درس رقم 30 كان هذا النتورك الموجودة. لاحظوا أنا في عندي هاي، أنا بنيت النتورك كوم درس رقم 30 بالطريقة المفصلة عن طريق الـ CNN. however احنا كله هذا بدنا نستغني عنه كله من هون لهون، وبدنا نستعيض عنه بإيش؟ بس تو نودز. النود الأولى اللي هي DL Python Network Creator اللي بتعمل create للنتورك، وهاي اللي بتعمل edit للبايثون نتورك اللي هي DL Python Network Editor. خلينا طوال ننتقل لنايم وارجوك كيف بدنا نشتغل بالموضوع هذا. هاي الدرس رقم 30 اللي سويناه، ما غيرت فيه اشي. على فكرة انا ضفت هون بس image calculator عشان التنبؤ لدرس رقم 30، بس مش مشكلة. الدرس الاساسي اليوم بدنا نستعيض عن كل النتورك هاي، وبدنا نعمل اشي اسمه نقل التعلم، transfer learning. فبديكم تنتبهوا لشغلتين. الشغلة الاولى انه انا عندي هون 256 256 السايزز تبعت الايمجز 256 في 3 شانل، فهي راح نعملها بنقل التعلم. والشغله الثانيه، لاحظوا انه عندي اخر 3 لايرز، عندي دنس لاير وعندي دروب اوت، وعندي هون الاوتبوت لاير. الاوتبوت لاير فيها 2 يونتس، فيها 2 كلاسز، والسيجموند او سوفت ماكس. بما انه عندي 2 ايتمز بدي اعمل سوفت ماكس حتى اعمل ديستينجوش للتو كلاسز. تمام، فهذول اصلا بدنا نعملهم الثلاثه، بدنا نعمل 3 شغلات بنقل التعلم. هذول هم بنحط او اخر 3 لايرز، وبدنا كمان نحط التفاصيل اللي هي 256 في 3 راح نحطهم كمان عندنا في التدريب. طيب هذا كله راح نلغيه الان، وراح مباشره انتقل لهذا. هي نفس الورك فلو، نفس الاشي كله، بس انا ضفت عليه شغلتين. ضفت عليه هي البايث دي ال بايثون اندر بايثون. لاحظوا كيف اندر بايثون في عندي دي ال بايثون نتورك كرييتر واديتر اكسكيوتر ليرنر. راح استعمل كرييتر واديتر. فجبت اول واحدة اللي هي دي ال بايثون نتورك كرييتر. اذا بعمل دبل كليك عليها، هعمل دبل كليك، بيجي عندي بايثون كود. بايثون كود بدي شو اقول له الان، بايش الموديل اللي انا بدي استعمله في نقل التعلم. فاول شيء بعمل امبورت كيراس، بعدين بقول له الاوتبوت نتورك لهاي النود تساوي كيراس دوت ابلكيشن في جي جي 16 دوت في جي جي 16 انكلود توب يساوي فولس ويتس اللي هي الايمج نت، زائد بدنا الانبوت تنسر اللي هو نون، والانبوت شيب. هاي الانبوت شيب اللي قلت لكم عنها مهم نعرفها، اللي هي 256 في 3 جنلز، زائد عندي الكلاسز 2 لاحظوا كيف، وما بدي اعمل بولينج. فهي كل اول شيء استدعيت اللي هو الفي جي جي موديل عشان اعمل له نقل التعلم اللي هو ترانسفير ليرنينج.
فهي اول خطوه. اول خطوه اللي هي عملت امبورت لكراس وعملت الاوتبوت نتورك بالطريقه هاي زي ما انتم شايفين، وان لاين اوف كود في بايثون حتى اجيب اول موديل. لكن مش هي بس الخطوه اللي بدي اعملها، انا جبت الموديل لسه في اشياء بدي اسويها. فهي اول نود. النود الثانيه بدي استعمل الاديتر اللي هي اسمها دي، يعني دي ال يعني ديب ليرنينج، دي ال بايثون نتورك اديتر. بعمل دبل كليك وبدي اعمل هالسيمبل كود في بايثون اللي زي ما انتم شايفين عندي هون. طبعا اول سطرين تو اذا بتكون تشيلهم شيلهم، بس اذا تخليهم كمان خلوهم تبعاته التنسر فلو اللي هو الباك بون تبع الكراس، مش مهم كثير لانه اصلا النتورك راح يستعمل الباك بون تبع كراس. الان بعمل امبورت لللايبرز، في عندي اللايبرز بعملهم امبورتنج. طبعا في اشياء انا ما استعملتها بس بدي اخلي المثال هذا حتى ممكن نستعمله بالمستقبل. فمن كراس موديل عملنا امبورت لموديل لدينس فلاتن دروب اوت وسيكونشال كونف 2 دي وماكس بولينج 2 دي. اذا بدي انا اعدل بالنتورك هذول سطرين مش مهمات. والان شو بدي اسوي؟ بدي اقول له اكس اللي هي النتورك بدي اعدلها تساوي الانبوت نتورك اللي اجت من النود اللي قبل شويه دوت اوتبوت. فانا اخذت اول نتورك من النتورك اللي جتني من النود السابقة، بعدين عملت ثلاثن مسطحة خليتها مسطحة، بعدين أضفت ال 64 دينس 64 اكتيفيشن ريليو، وعملت دروب اوت ممكن تعملها 0.2 أو 0.4 زي ما بدك، وعملت الاكس يساوي دينس اللي هي الاوتبوت تبعت، هي الاوتبوت اللي هي 2 كلاسز عندي، والاكتيفيشن اللي هي سوفت ماكس. تمام؟ فهيك أنا حطيت عملت رابينج للنتورك اللي انا عملتها بالسابق لهاي النتورك اللي هي بتتكون من الثلاث لايرز هذول اللي عملتهم هون عندي انا بالطريقه هاي. بعدين قلت له الاوتبوت نتورك يساوي الموديل الانبوتس اللي هي الانبوت نتورك دوت انبوت اللي جتني، والاوتبوت اللي هي الاوتبوت يساوي اكس، الاوتبوت اللي هي تساوي اكس اللي هي هاي النتورك اللي انا عملتها. بس ضل عندي خطوه واحده اني انا بدي ادرب only train last three layers for now. For now بس درب آخر ثلاث layers، وبعمل two for loops على layers networks من 19 ومن 19 ل كل layers. بقول له إنه إيش بدي أعمل false وإيش بدي أعمل true. فهي كل networks أول إشي بدي أمرر إنه layers dot trainable يساوي false، وآخر مجموعة بدي أخليها أنا layers dot trainable يساوي true. هذا الكود اللي بدي يعمل الآن رابينج للنتورك السابقة اللي هي هاي النتورك، أوكي، حتى أقدر إني أوصله مباشرة على نفس الورك فلو اللي اشتغلت عليه في درس رقم 30. فأنا وصلته، ولاحظوا هاي ودربته عشان ما أخذ كثير من وقتكم، ودربته. وهي سكورر، السكورر طلع عندي إذا بتلاحظوا هاي كونفيجن ماتريكس عندي أربعة من عملهم فولس مس بريدكشن، وعندي خمسة هون مس بريدكشن للواحد، والأكيرسي طلع 95.5. طبعا نقل التعلم مرات بيفيد كثير في بعض الاركتكتشرز اللي انا ببنيها على داتا سيتس معينه وايمجز معينه. فالكود هذا اللي عملته هون في بايثون هون وهون كان ستريت فورورد. راح اخلي لكم الريزلتس ان شاء الله على الجيت هاب سو يو كان انتو يوز الكود اللي موجود هون والكود اللي موجود هون مباشره. وهي اول درس في نقل التعلم استعملناه حتى نشوف كيف نعمل ترانسفير ليرنينج في 9. هذا هو الدرس، درس بسيط سهل يعني مش معقد، واهم شيء تفهم مفاهيم تبعات نقل التعلم. فبنصحكم اللي مش فاهم شو معنى نقل التعلم يرجع للبايثون لسنز اللي انا عملتهم في الذكاء الاصطناعي ويشوف نقل التعلم حتى يستفيد اكثر. هذا هو الدرس، وأسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.